الناس يا عادل ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عادل ونلت مفاخر الزمن صمت صمود شمسان تصدك حافل العفن صمت صمود شمسان تصدك حافل العفن رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أبهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن صمودك أجهل الدنيا وصاغ المجد للوطن صمودك أجهل الدنيا وصاغ المجد للوطن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن رعاك الله مكتسحا شرور الغدر والفتن. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية. مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الجريح البطل محمد نجيب من أبناء مديرة المعلة. الجريح البطل محمد نجيب أصيب في يوم تحرير التواهي. الإصابة كانت إصابة بليغة ما أدت إلى يعني شلل نصفي أو عدم حركة القدمين. قصة الجريح وحكاية الحرب ويوميات المقاومة سيرويها لنا الجريح البطل محمد. محمد نجيب عبد محمد الحياء من أبناء المعلة البالغ من العمر ما يقارب 28 سنة من مواليد عدن ولد تاريخ 28/11/1991. فبدأت المناوشات ما بين أبناء المقاومة والحوثاء في المناطق التي هي ما بين خرمكسر البساتين عدم دخول الحوثاء إلى المعلة. فعندما سمعنا انه الحوثاء بدأوا يعني يتقدموا الى المعلة فبدأت المعلة شبابها بالاصح تبدأ بتجمع شبابي وهي يعني قسمنا المجموعات لكي يكون لنا يعني امن وامان للعوائل اللي كانوا ساكنين في المعلة وكذلك فعلنا مجموعات مشان الأمن والأمان للمنطقة. فبدأنا نحن في البداية الشباب نفعل متارس وتقطيع الطرقات وكل مربع يحرسه أبناء منطقته وكان التواصل ما بيننا ما بين الشباب الذي هي يعني زي المعلة كنا نحن نتواصل مع أصحاب الدكة عبر التليفونات العادية. فبدأت المناوشات تتقدم إلى أنهم احتلوا قبل حديد. فبعد ما احتلوا قبل حديد فبدأت المناوشات أكثر وأكثر. وبعد ذلك الحوثة سيطروا على قبل حديد اللي كان فيه بالعدة والعتاد. فنحن اشتبكنا معهم بحيث إنه كان الإشكال الاشتباك إمداد
لأبناء خرمكسر بنقص أن شبابهم كانوا منقصين بعد العتاد، وكان العدة والعتاد في أكملها في التواهل في قصر الرئاسي. فكان يجينا إمداد من أربيقيات، من قذائف، من رصاص، نقدمها لبقيات الجبهات لديهم مشتبكين في خط النار. فبعد ذلك هدأت المناوشات ما بين ساعات، وتبدأ مناوشات ثاني مرة. كلنا معنا كلاشينكوف صيني، وبفضل الله وبفضل العسكريين القدامى الذي هم مثل الوالد، وفي بعض من العسكريين كانوا ينبهون احنا كيف اذا علق عليك السلاح، كيف اذا خرجت عليك طلقة بدون ما تشعر انت، كيف تحاسب بزميلك اللي قدامك او من خلفك. فشكلوا لنا احنا مجاميع بحيث ان نكون هذه المجموعة تكون حصار ما للحوثة، وحرصا لأبناء المقاومة عدن. أول ما تمركزت القناصة في البرج الذي في جبل حليد، وطبعا كان أي شخص يدخل أو يخرج من مربع فندق العمودي بلازا على طول كان يقنص عليه. فالإصابات الأولى كانت من الحوثة إصابات كتف، إصابات رجل. فبعد ذلك فضل الله عز وجل في واحد اسمه محمد المرفدي، واحد من أبناء السلف، يعني صمم إنه يطلع للجبل وينزل واحد من القناصة. طلع ونزل واحد من القناصة وكان معه قرمل، على ما يقولون إنه قرمل، أهلي قرمل، يعني قتل الحوثي هذا ونزل القناصة بحيث إنه كان لنا الإيش الأمان في ذاك المكان. فبعد ذلك نحن انسحبنا بعد ما تمدد الدبابات دخلت حق الحوثة، انسحبنا إلى مديرية الغلوعة، فقسينا في الغلوعة وبدأت المناوشات. وبعد ذلك دخلوا تمددوا علينا إلى الغلوعة، فكان لنا الأمل الوحيد إنه إيش الهروب للبحر. لا، نحن كنا بالأصح كنا متخفين، ما نخرج إلا في الليل، يعني يقع لهم شغل مباغتة. فالحوثة يقولوا يعني نحن محاصرين المنطقة هذه، من فين يخرجوا لنا المقاومة؟ فكنا نباغتهم في الليل. فبعض من الشباب يعني الذي يقول لك سلم أمر لله، نحن خرجنا كلنا للشهادة، ما خرجنا ندور لا مناصب ولا نخرج ولا نشتي كراسي ولا نشتي حاجة. فسبحان الله ما أراد لنا الله في ذاك اليوم إنه نأخذ عدن، بس أخذناها غصبا عنهم. جبهتين، الجبهة الأولى جبهة المطار الذي أصبت فيها أول إصابة، واللي هي في رجلي اليمنى، بسبب إنه واحد من الشباب الذي هو يعني أعز صاحب لي أتهور وقدم فضرب القناصة في بطنه. فلما شفتنا الموقف ما قدر ضميري يعني يتحمل، فقدمت سعفت الليد
صوت في رجلي وخلانا احنا الحوتي في الوسط يعني كلقمة طير. وفي شباب كانوا قبالنا يعني ما بيننا يعني ما بيني ما بينهم مسافة ما يقارب بين حوالي 20 متر، فكان تأشر عليهم اضربوا اضربوا ما قدروا يضربوا. فكان يسمع الطائرة تضرب على المبنى، ضربت على المبنى وخرجنا بفضل الله عز وجل. فانتقلت إلى أطباء بلا حدود وعرضوا علي التمديد، فرفضتنا من التمديد ورجعت للجبهة حق المطار. فأجلنا في هذا كان في 27 من رمضان، في 29 من رمضان بدأت الجبهات تتمدد بقيادة هاشم السيد، بقيادة هاني بن بريك، بقيادة الذي حرر عدن الشهيد جعفر. فبدأنا نتمدد إلى مكتب محافظة عدن، فبدأنا هناك نتمركز. فبدأت بعدين في الجولة حق فندق عدن، فكان هناك تقسيم. فالتقسيم هو عبارة عن إيش؟ المعلة والتواهي والقلوعة تدخل إلى مديرية المعلة، وأصحاب خور مكسر يعززوا أصحاب عدن لكي يحرروا عدن. فنحن من أبناء المعلة دخلنا للمعلة، فتمددنا إلى أن دخلنا إلى الشرطة حق المعلة. فقسنا يوم كامل، هذا في كان في أول أيام العيد. فبشرنا الأسر اللي كانوا موجودين ما نزحوا، بسبب أنه ما كان لديهم مكان ينزحوا فيه، فجلسوا في بيوتهم. يقول لك نحن قسينا في بيوتنا ما نقدر نشتت يعني نشتت فوق الشتات. فكنا نكبر في المساجد، وكنا يعني نفرح الناس، نقول لهم بتعيدوا أحسن عيد. فهذه كانت آخر يعني كلام لي. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية. جاءنا اتصال من البارقة البحرية الإماراتية، وأنا كنت أحد الرماة في المدرعات الإماراتية تبع هاشم السيد، والمدرعة كانت مسجلة طبعا H4، هذا رمز أنه ها هشام يعني هاشم، وأربعة عدد المدرعات. وبعد ذلك أجلنا اتصال في أول أيام العيد، قال هاشم السيد أتقدموا إلى الشرطة حق المعلة، فخليكم في هذا الخط لا تتركوه مشان ما يتقدموا الحوتة يعني يقدموا له عندكم. فمسكنا هذا الخط، وكان خط نار يعني من يدخل فيه بالذات المشاه يعني يا إصابة يكون إصابته بالغة يا يكون شهيد. في ثاني أيام العيد ما يقارب الساعة 6:30 صباحا، الحوثة ضربوا علينا في هاون، فنزلت قبال المدرعة اللي أنا فيها يمكن ما يقارب 25 أو 30 متر، فهزت المدرعة. فذاك الوقت نحن كنا يعني نتقرع الصباح. فأول ما بدأت المباغتة لنا نحن نحسب إنه إيش فخخوا المدرعة أو حاجة زي كذا. فجانا اتصال من العمليات اللي كانت العمليات حق راس عباس، الإماراتيين قالوا ادخلوا إلى معقلهم. دخلنا إلى النقطة التي كانت الخط الذي ما حد يقدر يدخل عليها، جولة الكهرباء. فكانوا هناك منتشرين يعني الحوتة بشكل غير طبيعي بارهوس، بس الانتشار حقهم كانت في عمار القرابي، الثلاث العمار الكبار كانوا متمركزين هناك، معهم قناصة معهم عتاد، يعني العتاد حقهم ما يقارب يمكن حق شهر أو شهرين حق حرب لقدام. فصعب إنه ندخل، نحن معانا يعني مدرعة، والدبابات كانت بدون ديزل بذاك الوقت، والبطارية تعبانة. فأجلنا الهجمة إلى بعد الظهر. فقالنا هاشم السيد ليش أجلتوا الهجمة؟ بدأ النقاش ما بين قائد المدرعة
والرامي الذي هو أنا وبعد ما الأفراد. قلنا له ما نقدر ندخل ولا نقدر أي حاجة بسبب أنه معاهم فوق قناصة ومعاهم عتاد 23 يعني مركزين 23 فوق الجبل. قال خلاص أنا بتواصل مع الطائرة وتسفخ البرج. فقسينا من الساعة يمكن حوالي 9 الصباح إلى الساعة 12 الظهر. طلعت الطائرة ضربات البرج أمنت البرج الذي كان هو الحساس. فالحوتة لما سمعوا أنه في الطائرة بتطلع طرحوا العتاد ونزلوا للعمارة موهوا أنه موجودين بذاك المكان هم قد انسحبوا. فأنا دخلت بالمدرعة. قبل ما أدخل المدرعة جانا اتصال باللاسلكي في معكم مصابين. من فين؟ قالوا مصابين من أبناء عدن. فدخلنا بأول مدرعة اللي دخلت حقنا حق هاشم سيد. فجانا ندخل نشوف في دم. أقول لواحد من الشباب بتنزل أنت ولا بنزل أنا؟ قال لي لا أنا بنزل. نزل اصطاب. إصابته الأولى كانت في رجله فانبطح في الأرض. فما لما شفت الليد أنا الليد صاحبي يعني وتعرفنا عليه يعني في الجبهات هذه خلطت جميع الدماء من المعلة من التواهي من القلوعة من الخور من الممدارة من البساتين يعني ناس ما نعرفهمش تعرفنا عليهم في وقت الجبهات. فنزل واصطاب. فنزلت أنا سحبته المدرعة. كانوا معنا 4 قتلة اللي هم شهداء اللي استشهدوا لهم من يوم يعني حتى كانوا مرمين واحد هذا اللي صاحبي اللي اسمه مطهر هو الذي اصطاب. فنزلت سحبناه. بعد ذلك طلعت أنا فوق الدشكة وقدر الله فعله أجت إصابة الأولى في يدي. في يدي هذه ما حسيت فيها الإصابة الأولى طلقة ما حسيت فيها بس حسيت أصابعي زي الشرط وتشنقت عليها. فواحد من العيال الذي هو زميلي في الدراسة كان معي فوق مدرعة اسمه زكريا إلفت عليها قل لي يا حمد فيك دم. قلت له الدم هذا يمكن مع سحبة الشهداء. فطلعت فوق الدشكة أود يعني أقدم واجبي. فجأة قال لي الإصابة الثانية بنفس الخزق. ديك الساعة أنا ما حسيت في رجولي. بدأوا الحوتة ينزلوا يعني يقابلوا حان وقل وجه في ذاك المكان. ما قدرنا نفعل أي حاجة أصلهم جهال يعني ما يقارب عمرهم 14-13 سنة. فنزلت أنا كانت تقول لي زكريا رجولي ما حسبهمش. زكريا شوف رجولي يحس فيها شرط. فبدأ الحوتي من البرق يضرب على المترس اللي بالوسط الدشكة يعني كان في ذاك الوقت كان الشيء ميتنا. فسبحان الله ما أراد الله للشهادة أراد للإصابة. فكان الرصاص يجي فوق المترس الحماية. الطلقة الأولى والطلقة الثانية أنا حاول أن أخرج الخنجر مشان أقطع الحزام الذي في المدرعة نفسه وما قدرت. الله سبحانه وتعالى يعني هبالي قدرة طاقة وانعطفت. ظهري كان كله فوق ووجهي كله تحت اتقوصت. فجأة زكريا شاف الدم كثر خرجونا نزلونا لتحت المدرعة. طلع واحد بدالي فكنت أسمع الكلام ما أشوف. وأنا إصابتي كانت الساعة 1 الظهر. فقسيت من الساعة 1 الظهر إلى غاية الساعة 3 أو 3:30 العصر أنزف. ما قدروا يسحبونا لبرا بسبب أنه كان في واحد من الحوتة
في العمارة الثانية على المدخل في الدور الرابع، كان يضرب على المدرعة بالأربيجي. كانوا هم الشيف يقروا خزان حق الديزل مشان ينهوا اللي دخلت المدرعة كامل. بس المدرعات الإماراتية اللي جابوها لنا واللي موجودة حتى الآن فيها شبك ليزر، يعني أي قذيفة دقي قبل ما توصل تنفجر، بس تحس المدرعة في ارتباك. فنحن كنا نشاهد وكبر، فقسيت انزف ما يقارب يمكن 3 ساعات ونص. بعد ذلك خرجونا الأطباء بالحدود، قالوا الأطباء بالحدود المستشفى مليان، فرجعونا إلى 22 مايو. فترقت في 22 مايو، فترقت ثلاثة شهور ونص ما يقارب أو 4 شهور. فما قدرت أسافر بسبب أنه ذاك الوقت كانوا يسافروا أصحاب الوساطات، أصحاب المعرفة، فأنا ما قدرت أسافر. فقسيت في عدن وبدأ الفراش يأكل جسمي، طلع في بيت قروحات. بعد 3 شهور أو 4 شهور سافرت للأردن. بعد سفري للأردن عرضوا على الدكاترة أنه بيفعلوا لي عملية تجميل وعملية ترقيع الأماكن الذي أكلت الفراش جسمي. فكنت من مستشفى إلى مستشفى، من مستشفى إلى مستشفى، لا جدوى ما العلاج. فحياتي في المستشفى كانت أكثر ما هي حياتي بالفندق. يعني قسيت في المستشفى ما يقارب كين سنة، أخرج من المستشفى إلى مستشفى، من مستشفى إلى مستشفى مشان ندور دكتور يعالجنا ويغطي الجراح اللي أنا فيه. تقرحات في الجسم، أول تقرع ظهر لي في عدن في الظهر، في أسفل الظهر عند العصعص. دكتور خلدون الحسني أو الحسيني قال أنا مستعد أفعل له اللازم، بس مش مستعد أخسر المريض داخل غرفة العمليات بسبب انقطاع الكهرباء، وكان ما فيش في ذيك الأيام ديزل. قال أنا مش مستعد، يعني جراح في الحرب يجي يموت على يدي، فهذا يستحسن أنه إيش يكون سفره للخارج. فسافرت للأردن وقسيت ما يقارب من سنة وزيادة، لكن ما فيش أي فائدة. فبعد ذلك أتواصلنا مع عادل يافعي، اللي بالأصح أتواصل مع المرافق اللي هو أخي. أتواصل مع عادل يافعي وقال له يا عادل شوف معي مريض وكذا، بعد المناشدة حقي طبعا في الجريدة. فكان ديك الأيام هاشم السيد وهاني بن بريك في الإمارات، فتواصل هاني اسمه عادل اليافعي مع هاني بن بريك ويقول له شوف في جرحى موجودين باقي في الأردن وحالتهم مستعصية، وده هم قد فتحوا ملفين في الهند، بس نحن كنا في الأردن تبع الملك سلمان، وفي الهند تبع الإمارات. فقال هاني بن بريك يرد لعادل اليافعي خليهم يقطعوا سفر وبخلي المندوب يضيفهم بالملف حق الهند، والذي كان هاني الصيادي. طلعت كملت علاجي وكل شيء، والآن معي عودة لاستكمال العلاج. باقي لي عمليتين، عملية زراعة خلايا جذعية وعملية تركيب فقرات، والآن لي ما يقارب سنة وشهر وأنا في عدن على ما نزلت من الهند. قدمت ملفي لأكثر من واحد، قدمت ملفي لهاني بن بريك، لكن لا حياة لمن تنادي. حياتي كانت طبيعية، أدرس. كنت أنا في قبل ما تستوي الحرب كنت أنا في مستوى ثاني في كلية الآداب،
قسم صحافة وإعلام، وبعد ذلك اتخصصت علاقات عامة. فقرحت الحرب في ذاك الحين، وكان يعني أملي ومنى عيني إن أنا كنت أحضر حفل التخرج حقي. فضل الله عز وجل وفضل أصدقائي، يعني أنا كنت أتواصل معهم وأنا في الأردن، كنت أقول لهم كيف الحفل، هل استوى الحفل؟ كانوا يقولوا الحفل ما فيش داعم، ما فيش راعي رسمي، وكان كله كلام يعني كذب لي. مستنين لحظة نزولي لعدن بيفعلوا لي المفاجأة بحفل التخرج. فيوم ما نزلت لعدن في 1 أبريل 2017، فيجي لي اتصال من الأخت حنان فضل، هذه زميلة وأخت، فقال لي يا محمد شوف الحفل حقنا تاريخ 25. فاستغربت، قلت له يعني إيش أنا أجيت يعني رزق لكم؟ أقل لكم الراعي؟ قالوا لا، الراعي قد كان موجود بس نحن نشتي نكتمل فرحتنا وانت موجود. فالحمد لله دخلت معهم حفل التخرج وتكرمت، وكان هذا اليوم أسعد يوم بحياتي إن أنا شفت أصدقائي بالدفعة وأتحاضننا ما بيننا البين يعني. وكانت الوقت اللي نزلت أنا فيه وقت حلو بفضل أصحابي اللي ما تخلوا عني، وبفضل راشد الحريري، يعني هذا أخ وزميل. والله طموحي كان في إذا كان ما فيش حرب ولا كان ما فيش أي حاجة، كانت ناوي إن أنا أكمل دراستي البكالوريوس وأقدم على رسالة ماجستير، وبعد ذلك أفتح الحياة الزوجية وأسس بيت وأدخل يعني أخرج من مكان من شاب العزوبية إلى شاب يكون مكون من أسرة وأكون أب. هذا البرنامج برعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية. صمت صمود شمسان تصد كحافل العفري، صمت صمود شمسان تصد كحافل العفري. رفعت الرأس يا عدني ونلت مفاخر الزمن.